طابت أوقاتكم، السلام عليكم. رئيس نادي الباطن يهدد باللجوء إلى فيفا لاستعادة يونس العليوي من الشعلة. هل دخلت علاقة الشباب وهزازي نفق مظلما بعد تصريحات السوبر؟ الهلال والاتحاد ينتصران محليا قبيل الدخول في المعترك الآسيوي. جماهير اتحاد جدة تتسلق أسوار الجوهرة. أهلا بكم. في تصريح للعربية تهدد نصر الهويدي رئيس نادي الباطن باللجوء إلى فيفا لاستعادة يونس عليوي مهاجم فريقه المنتقل إلى الشعلة. وبين الهويدي في تصريحاته أن ناديه هضم حقه في القضية دون أن يتهم جهة معينة، فيما قال سعود النصار مدير مكتب رعاية الشباب في الزلفي في حديث مسجل للزملاء في العربية نت أن مكتبه تلقى خطابا من أمين اتحاد كرة القدم يطلب فيه إسقاط اللاعب من كشوف الباطن. وكان عبدالله البرقان رئيس لجنة الاحتراف قد جزم بصحة تسجيل يونس عليوي لنادي الشعلة وأن إسقاطه من كشوف الباطن سليم قانونيا. هنا جزء من حديث مدير مكتب الزلفي للعربية نت. الجهاز ما يقبل، وبعدين كلمنا مركز المعلومات وعدلوها وارسلوا لنا خطاب من الاتحاد باسقاط اللاعب لنادي الشعلة، وتم اسقاطه بعد، لان الجهاز تعرف احيانا يتعطل وكذا، فمع الضغط وهذا اللي سبب التاخير فقط لا غير. والله الباطن احنا المكتب الخارجي عندنا موافقه من الباطن مرسل على نادي الشعلة، والشعلة رافع للمكتب الخارجي بناء على المكالمة الهاتفية، وحنا أصلا جاينا خطاب من الاتحاد بإسقاطه، الاتحاد هو المسؤول الأول والأخير، هو اللاعب كان هاولي وإنه الجهاز ما يقبل، حنا كنا فاهمين وقلنا للاتحاد إن هذا لاعب هاولي وكان محترف واسقطوه وحولوه نادي الباطن من محترف إلى هاوي شهر 4 وتم تسجيله هاوي لام هجري طبعا هاوي، ولما لعب مع نادي الباطن مع نادي الشعلة كان محترف، احنا حاولنا نسقطه ما قدرنا وقتها، وبعدين جانا خطاب من الاتحاد وخاطبنا مركز المعلومات وساعدونا الحقيقة في عملية إصلاح الجهاز وكذا وتم اسقاطه اليوم. لا الاتحاد السعودي امين هذا الاتحاد السعودي الخميس جايين عدة خطابات من تقليم من الباطل للفيصلي وتم اليوم تسجيله وعدة خطابات يعني جايتنا من 3 أيام و4 أيام ويوم يخاطب الاتحاد، الاتحاد هو اللي خاطبنا وقال اسقطوا تم اسقاطه بناء على خطاب الاتحاد. ليش مخالفه؟ لانه جاينا خطاب من الاتحاد وعندنا خطابات من الاتحاد، ما هو خطاب ولا خطابين، عدة خطابات من الاتحاد بالشكل هذا ويتم اسقاطه. عندنا جانا خطاب قبل كم يوم وبعدين رفعنا للاتحاد ان اللاعب هاوي ذوقه، وجانا خطاب من الاتحاد يتم اسقاطه واسقطنا. وفيما تبع الزملاء في العربية نت هذا الموضوع مع نصر الهويدي ومع رئيس أو مدير مكتب الزلفي، كان عبد البرقان قد رفض الظهور في البرنامج للتعليق على هذا الخبر متذرعا بأن السبب يعود لأن هناك فترة تسجيل لم تنتهي وأنه سيظهر في مؤتمر صحفي نهاية فترة التسجيل ليعلق على كل القضايا والمشاكل التي أثيرت في الإعلام في هذه الفترة. عن الموضوع نفسه يلتحق بنا الآن من استديوهاتنا في الرياض نصر الهويدي رئيس نادي الباطن. نصر أهلا بك معنا، شكرا لحضورك. أريد أن أسمع القصة من وجهة نظركم، يعني لماذا أسقط اللاعب دون علمكم كما تقول الرواية؟ أهلا وسهلا أخوي بتالا، مسي عليك ومسي على مشاهدي العربية. حقيقة لا، القصة قد ما هي مضحكة إلا أنها مبكية. اللاعب يونس العليوي كان لاعبا محترف في النادي والتحق في وظيفة، ومن ثم بالتالي تسقط احترافيته آليا وتحول إلى لاعب هاوي، ولا زال هو لاعب هاوي في النادي. تفاجأنا بأنه أواخر شهر رمضان
أن اللاعب ينقطع عن التمارين ويعلن نادي الشعلة تعاقده مع اللاعب كلاعب محترف من أبو ظبي، وتم رفع في حينه خطابا إلى الأمان العام للاتحاد السعودي بما حصل بأن اللاعب انقطع عن التمارين. نعم. واتجه إلى أبو ظبي ووقع للشعلة. طيب. وتم إبلاغ أيضا صورة للجنة الاحتراف بما يخص اللاعب. أيضا المفاجأة الأخرى أنه اللاعب لعب مباراة مع الشعلة دون الرجوع لنادي الباطن بتاتا في الموضوع. طيب طيب الحين احنا وفق مصادرنا الخاصة حاولنا الاستفسار من لجنة الاحتراف رفضوا لأن هناك مؤتمر صحفي، لكن وفق المصادر الخاصة أن اللاعب يملك خطاب موقع منك أنت شخصيا يتيح له الانتقال لأي نادي يريد. تعليق لا الخطاب تعليقي على الموضوع هذا أن اللاعب هاوي وتحصل خطابات داخلية بيننا وبين لاعبين الهواة، أي. وأن اللاعب حصل على خطاب من أمين عام النادي بأنه لا مال لدينا إذا كان لك عرض بما يخص لا نص الخطاب اللي موجود عندنا اللاعب الكابتن يونس عليوي حفظه الله لا مانع لدى إدارة الباطن من انتقالك إلى نادي آخر. نعم أي صحيح. طيب إذن هذا طيب. هذا تسريح للاعب. لا 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 ليس تسريح للاعب، اللاعب هاوي. أيه. والفصل السابع من لائحة الاحتراف انتقال وتحول اللاعبين الهواء والمحترفين المادة 22. أيه. انتقال اللاعبين الهواء لا يحق للاعب الهاوي الانتقال إلى أي أندية المملكة إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من ناديه، وبالتالي بناء على ذلك. نعم. تم مكتب رعاية الشباب بالزلفي رفض ذلك لعدم قانونيته. ما أيضا أخوي بتال الغريب في الأمر ما رفضوا الزلفي أسقطوه. لا لا أسقطوه بعد أربع أيام وإجبار وموضوع آخر يعني. إجبار من مين؟ لكن ال 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 من الاتحاد السعودي. ليش يجبرهم الاتحاد السعودي؟ إيش مصلحته؟ أنه يسقط اللاعب ولكن لعدم قانونية. إيش مصلحته الاتحاد السعودي؟ ليش يجبره؟ لا لا طبعا هو بناء على 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 خطاب لجنة الاحتراف وأنها على حق. إيش مصلحة لجنة الاحتراف أنها تسقط اللاعب من كشوفكم؟ لا لا عاد في مصلحتهم هذه رؤياهم هذه رؤياهم اخوي بتال هذه رؤيا لجنة الاحتراف. انت شو تفسر اللي صار؟ احنا والله شوف اخوي بتال انا ما لقيت تفسير الموضوع. اولا ان الموضوع تم وانتقل اللاعب ولعب اللاعب وناديه اخر من يعلم، احنا نقرا في الجرائد واحنا اللي نركض وراء لجنة الاحتراف بخصوص هذا الموضوع. على الرقم أن جميع أي شيء يحصل في لجنة الاحتراف يخص أي لاعب أو يخص أي قضية تخص النادي يخاطب تخاطب اللجنة النادي إلا موضوع يونس، حتى يومنا هذا لم يخاطبونا. يعني اللاعب هاوي وسجل كلاعب محترف في الشعلة ولعب مباريات وإلى يومك هذا لم يخاطبونا، احنا نركض وراهم ونقول لهم يا جماعة الخير هذا لاعبنا، ما يصير انه يلعب في نادي وهذا اللاعب لاعب هاوي لا ينطبق عليه الكلام. وحتى في احتجاجنا قلنا لهم الآن بناء على اللائحة اسندوا لنا على مادة واحدة تجيز تسجيل هذا اللاعب. طب تلقيتم ردود أن اللاعب هذا على كل هالاستفسارات والله إلى يومك هذا؟ لا 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 كان في اتصال بيني وبين الأستاذ عبدالله برقان قبل اللقاء بساعات، ووعدنا أنه بكرة تجتمع اللجنة وتبت في الموضوع. والقرابة في ذلك أخوي بتال أنه الأستاذ عبدالله برقان يفصح عن ما في القضية رغم أنه أنا اتصالاتي معه متكررة وشبه يومية، وأسأله يقول لي والله أنا ما قريت الأوراق، وأنا حولتها أصلا اليوم والله ما قريتها، حولت الموضوع إلى المستشار القانوني في اللجنة. طيب كيف أنت تفصح أنه تسجيل اللاعب صحيح وأنا يوميا على اتصال معك، وكان في هناك زيارة بيني وبينك وجلسة بيني وبينك قبل يومين. اي بس هو قال الاحتجاج هو قال في بيان انه اضطر انه يوضح لانه الكلام مس مكتب رعاية الشباب في الزلفي ولذلك لابد ان يوضح. قال في بيانه اليوم حتى البيان يا اخوي حتى البيان حتى البيان اللي اصدر من الاخ عبد الله البرقان وانا كلمته وقلت له ان البيان مغلوط يا اخوي عبد الله، لانه انت ذكرت انه ما في اي شيء، لا بالعكس من يوم الاحد اللي راح ومكتب رعاية الشباب رافض تسجيله، وهذا صح لانه مسك مكتب رعاية الشباب على حق لانه لا يجيز له اسقاط لاعب هاوي الا بموافقه ناديه.
وهذا هذا هذا الامر. الان احنا نقول لهم نقول يعني القرابه انه 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 موضوع الاحتراف يرجعنا الى كاننا والله الى الان ايام 93 او 1413 اول تاسيس الاحتراف. يعني لا زالت انا اقول لهم هاتوا لنا بند او ماده تثبت صحة كلامكم أو صحة انتقال لاعبنا. أيضا من كان يخاطبهم ومن كان يتعامل معهم وكيل وكيل مفترض للاعب، رغم أنه الوكيل نفسه مرسل لي الخطاب، هذا مرسل لي الخطاب وهذا الخطاب أمامك أنه سيكون وكيلا للاعب اعتبارا من 20/9/2014. يعني إلى الآن ما جاء وقت خطاب الوكيل أنه يكون وكيل رسمي له، ولم يخاطبنا لجنة الاحتراف في ذلك، وتمت العملية من أيام وتتم العملية ونحن في يعني لا نعرف عن هذا الموضوع. رفعتوا الموضوع أنتم الآن؟ نعم. يعني تصريحك أنت قلت أنه تتوصلون إلى جهات عليا. نعم، إحنا الآن رفعنا احتجاجنا على للجنة الاحتراف، وبعد لجنة الاحتراف إذا لم يبت الموضوع لصالح نادي الباطن سيتم إن شاء الله رفعه إلى أعلى، ونحن نناشد سمو الأمير عبد الله بن مساعد، هذا الرجل ابن الرياضة وابن الشارع الرياضي ويفهم في الأمور هذه، وأن يعطينا حقنا وأن يرجع حقنا. يعني إحنا أندية نعتمد أصلا اعتماد كامل في مدخولاتنا وإيراداتنا واستثماراتنا بجزء كبير من بيع اللاعبين، فلاعب بحجم لاعبنا يونس العليوي ولاعب كان مطلوب من كثير من الأندية، أيضا الغرابة أنه مطلوب هذا اللاعب من كثير من الأندية، كان القادسية يبغاه، كان الرياض يبغاه، كان نجران يبغاه، كان ليش بس الشعلة؟ يعني هنا سؤال برضو، ليش تتسهل الأمور أنه يكون الشعلة ويتسهل الأمر أنه يروح للشعلة بس؟ طيب شكرا جزيلا. ناصر الهويدي رئيس نادي الباطن، كل من ذكر اسمه في حديث ناصر الهويدي له حق الرد كما يشاء في حلقاتنا المقبلة. شكرا جزيلا ناصر الهويدي رئيس نادي الباطن. وقفتنا أولى، نعود لنتابع في المرمى بعدها وفيها غيوم في أجواء الليف تهدد تحليقات الصقر. نايف هزازي. الهلال والاتحاد يواصلان الانتصارات المحلية قبل المعترك الآسيوي الساخن.